يعني متهيألي موضوع الناس عمالة بتتكلم فيه موضوع مهم جدا يعني من الناس اللي بتسوق اكيد عارفه قد ايه الموضوع ده مهم طبعا. بالنسبه لها يعني العربيه تحط بنزين عشان تمشي تلاقي العربيه حصل فيها مشاكل ده اكيد بيأثر والناس اللي بتسوق من زمان عارفه يعني انت لما تحط بنزين مغشوش او بنزين مخلوط بميه العربيه هتنتش وهتكركر وهتقطع منك العربيه فمعروف اذا كان البنزين مغشوش ولا لا اللي انت استخدمته بس هو السؤال الاهم هنا هو من المتضرر المباشر في الخط الاول من البنزين اللي بيقولوا عليه مغشوش الراجل اللي عنده عربيه وبيحط بنزين فيها يعني الناس الكتير اللي بتتكلم دي اتمنى ان هم يكونوا كلهم جربوا ان هم يحطوا بنزين وطلع فعلا مغشوش بناء على روايتهم يعني ما يبقاش حد ما عندوش عربيه او ما بيعرفش يسوق يقول يا عم ده البنزين مغشوش انت جربت لو جربت وطلع مغشوش وبتقول لي انه مغشوش انا هصدقك انا مش هقول لا انت بتقول اي كلام بس تبقى عندك عربيه وبتسوق ساعتها نبتدي نتحرك ناخد خط لكن والخط ده هتكلم مع حضراتكم فيه لكن لو انت ما عندكش عربيه وما بتسوقش فارجوك ما تقولش بيقولوا عشان بيقولوا دي ياما عملت مشاكل كتير ده جانب فاللي ما عندوش عربيه وما بيسوقش يا ريت نبطل سيناريو بيقولوا الناحية التانية عندك عربية وبتسوق رحت حطيت بنزين طلع بنزين تمام يا سيدي مش هطلب منك تقول ان انا حطيت بنزين والبنزين طلع تمام ما تقولش بيقولوا برضو رحت بقى لقيت البنزين اللي انت حطيته نتش والعربية فصلت منك وبطلت ومعرفش ايه والكربراتير والانجكشن وفلتر البنزين وحصلت المشاكل دي زي ما قلنا في نمرتين النمرة الاولى بتاعت او خاصة بالبنزين تحديدا اللي هي 19805 في كمان منظومة الشكاوى الحكومية اللي موجودة بقالها فترة 16528 دي تبلغ لكن اللي بيحصل على الجروبات انه يا عم البنزين مغشوش ما تحطش من معرفش ايه ما ينفعش الناس كلها تبقى يعني ما كانش هيبقى فيه عربيات ماشية في الشارع مستحيل ان كمية العربيات دي ماشية في الشارع وكل البنزينات مغشوشة لان في اصلا رقابة من وزارة البترول انها في الطبيعي بتاخد عينات عشوائية من البنزينات عشان تعرف اذا كان يعني مطابقين للمواصفات المصرية ولا لا بعد ما حصلت الأزمة نزلوا عملوا مرتين عينات عشوائية عشان يطلعوا البيانين ممكن يكون في بنزينات بعينها بتعمل ده؟ والله احتمال وارد هل ممكن ما يكونوش من العينة العشوائية؟ والله احتمال وارد حضرتك حظك وحش جدا وطلعت في بنزينة من ضمن يعني مئات الألافات البنزينات اللي موجودة أو ألافات البنزينات اللي موجودة على مستوى الجمهورية ولقيت إن السبب هو البنزين ورحت للميكانيكي بتاعك أو مركز الصيانة وقال لك ان الموضوع ده بنزين مغشوش خد عينه خليها عندك في ازازه وبلغ المكان ده وما تسيبش حقك بلغ الرقم ده 19805 حقك ساعتها لكن فكره ان مصر فيها بنزين مغشوش كل العربيات اللي ماشيه في الشارع دي يا جماعه ماشيه ببنزين مغشوش ما هو البنزين المغشوش ده هيبوظ لك العربيه هتقف مش هتمشي هنصحى من النوم نلاقي العربيات كلها راكنه بقى ونرجع نركب حناطير ونركب عجل ونمشي على رجلينا مواصلات النقل العامة هي مش بتستخدم السولار والبنزين اللي احنا بنستخدمه برضو انا ما بقولش لا ان مفيش ممكن يكون فيه الله اعلم انا ملفتش على كل بنزينة في البلد بس انا عارف ان الحكومة قالت انها مرتين خدت عينات عشوائية وبعدين سهل على الحكومة تطلع تقول بكل بساطة والله احنا خدنا عينات عشوائية ولقينا ان في بنزينتين في القاهرة وبنزينة في الجيزة وبنزينة في اسوان وبنزينة في اسكندرية عندهم بنزين مغشوش ده يعني شذوذ يثبت القاعدة أربع بنزينات من ضمن ألافات البنزينات في مصر ما الحكومة تقدر تعمل كده لكنها نفت تماما خصوصا الحكومة مش مسؤولة عن البنزين اللي جوه المحطات لأن دي في الغالب بتبقى محطات خاصة مش تابعة للحكومة مباشرة الحكومة بتورد لها بنزين هم ممكن يخلطوا عندهم فأرجوكوا مرة تانية ومرة تالتة بلاش بيقولوا حضرتك ارتقيت إن البنزين اللي موجود عندك مغشوش قول وقول لأصحابك البنزينة الفلانية هي اللي عندها بنزين مغشوش بس ده بعد ما تكون اتأكدت من الميكانيكي او اتأكدت من مركز الصيانة وكلمت الرقم عشان الناس اللي ما بتتقيش ربنا وبتضرك اتبلغ عنهم لكن احنا دلوقتي ازاء بيانين من الحكومة بيقولوا ان مفيش بنزين مغشوش وده عينتين عشوائيتين اكيد العينتين العشوائيتين دول ما غطوش كل البنزينات عشان الناس اللي بتقف في الكلام اكيد لو مصر فيها 10 بنزينات ما احنا الحكومه مش هتنزل تاخد من ال10 بنزينات كلهم ما احنا مش هنقف على بنزينه في بنزينات في قرى ونجوع ويعني انت في شوارع بيبقى فيها 5 و6 بنزينات فالعموم لا ما فيش بنزين مغشوش في مصر اذا حصل مره تانية وثالثه بقى دي رابعه هو بقولها لحضراتكم مره رابعه اهي
19805 بلغ وخد عينه من التانك. لكن بيقولوا دي بتعمل مشاكل كتير قوي.